كابتن اسامه الناحيه الفنيه طبعا يعني انا التحول وحضرتك كنت معانا خلال كل المباريات تقريبا او معظمها يعني كنا كلنا مش حضرتك كلنا بننتقد الاداء الغير واضح لمنتخبنا الوطني دلوقتي اصبح عندك اداء واضح باشكال مختلفه للاعبين مظبوط انا الاول بتفق مع الاستاذ جمال في انه موضوع الضغط على اللاعبين في الاستوديوهات التحليليه من الجماهير في السوشيال ميديا ده استنفر اللعيبه زي ما استاذ جمال قال بالظبط وكان عامل مؤثر جدا في ان كل لعيب ينتبه ان في ناس عايزه او بتحاسبه في مصر او بتقول عليه انه ما عملش حاجه للمنتخب او انه لعيب لا يستاهل انه يرتدي الفانيلا فانا حاسس دي عملت لهم استنفار زي ما الاستاذ جمال قال ده من ناحيه الروح لانه بيلعبوا بروح عاليه جدا مختلفه تماما بالزبط. عن ما قدم في المباريات المجموعات في سواء في مباراه نيجيريا او في ثلاث ماتشات ما كانش الاداء على الموضوع اختلف جدا من مباراه كوت ديفوار مع الحاجه الثانيه ان مستر كروش ابتدى التغييرات وتغييرات المراكز اللاعبين وتغييرات يعني لعيبة كتير بتلعب في غير أماكنها حصل لغاية ماتش نيجيريا الكلام ده اختلف جدا في مباراة ساحل العاج اختار التشكيل الأمثل تقريبا يعني كل تشكيل هيبقى فيه أمثل منه لكن تقريبا كل الناس ابتدت تلعب في أماكنها اختار ثلاثة وسط مدافعين في ماتش ساحل العاج حمدي والسلية والنني قفلوا كويس قوي مع المدافعين فقللت كميات اللي هي الايه المساحات اللي يقدر يلعب فيها كوت ديفوار ومع بقى ان احنا قدرنا نخطف هدف التعادل ثم ضربات جزاء ادينا بشكل متماسك ال 120 دقيقه فده ادى دفعه معنويه للعيبه اوكي استمرت النهارده نفس الشيء بس المختلف شويه عن مباراه كوت ديفوار ان المغرب ابتدت في الدقيقه 3 بهدف فده انت كنت هتلعب بنفس الاسلوب برضو انت حطيت غيرت ايمن اشرف ناحيه الشمال ونني ارتكاز وعمرو السوليه ناحيه اليمين انا بس كنت مختلف في موضوع ايمن اشرف في وسط الملعب انا كنت شايف انه ممكن مهند او زيزو لكن خلاص هي وجهه نظر والثلاثه هم انت لعبت بنفس التشكيل خلاص ما فاتتش الا غير ابو جبل مكان الشناوي وايمن اشرف مكان حمدي اصابات بقى. اصابات وايمن طبعا ناحيه الشمال عشان يقفل مع ابو الفتوح دي كانت وجهه نظره ولكن ايمن برضو مش لعيب وسط ملعب يعني لكن ايمن تحسن اداؤه كتير لما رجع كقلب دفاع بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن برضو بمناسبه ايمن انا بشوف ان الشوط الاولاني ده احنا لينا ثلاث هجمات منهم كورتين خطر ايمن اشرف اللي عمله ماشي بس يعني انا اقصد اقول لك ان هو الشوط الاولاني بعد ما عمل ضربه الجزاء ما هي دي شخصيه النادي وجهه نظري طبعا وعنده شخصيه وجهة طبعا وجهه نظري شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللاعب بانت في هذا الامر طبعا ان هو قدر ان هو يرجع بعد ده شفته عمال يموت ويعمل في دماغه كده بعد ما اتحسب الحكم راح ورجع قاعد يمسك دماغه وبتاع لكن في النهايه قدر يرجع ويعمل شوت انا وبشوفه كويس قوي ماشي يعني ما بقدرش يعني ممكن نبقى فيها وجهه نظر لا دي انا بقول لحضرتك دي وجهه نظري اثبت ان هو كويس بس يعني لما رجع المكان بتاعه لا ده طبيعي ان هو لما رجع افضل طبعا في مكانه فانت كنت تلعب بنفس الشكل بنفس الترتيب الثلاثه مدافعين في وسط الملعب وتقفل مساحات خاصة في الجانب اليمين اللي فيه أشرف حكيم اللي هو أخطرهم وفعلا هو قدر في الدقيقة 3 يجيب ضربة جزاء ساعتها خلاص ما كانش هينفع إنك أنت تستنى يعني الجون جه بدري قوي فأنت التفكير اللي عندك إنك تقفل ورا قوي وتهاجم على هجمات مرتدة أو تطلع في أوقات معينة اختلف خلاص الموضوع اختلف فابتديت تسيطر على وسط الملعب تلعب لقدام خاصة ان هم الموضوع معاهم اتعكس هم جابوا جون بدري وابتدوا يرجعوا للخطوط الخلفيه ويمكن ما ابتدوش يهاجمونا تاني لغير لما جبنا الجون التعادل في الدقيقه 53 من الشوط الثاني يعني هم رجعوا لورا فهم رجعوا لورا وانت ابتديت تهاجم ابتدت تبقى عندك خطوره اكتر من تسديده صحيح مش الخطوره الغير عاديه بس ابتديت تبقى قريب قوي من خط ال 18 وجالك كذا كورنر وبتاع فانت في روح مستنفره في تشكيل جيد في تغييرات الى حد ما رغم انه في بعضها اصابات او احيانا ما كانتش اصابات التغييرات بقت منطقيه ما بقاش في التاليف الكتير اللي كان بيحصل سواء في البطوله العربيه
او قبل ماتشين كوت ديفوار والمغرب. ايوه كل العوامل أيوة. دي ايوه صحيح ايوه دي اهم حاجه بصراحه صحيح يعني كل العوامل دي ساعدت انك انت تظهر بالصوره الطبيعيه ايوه اللي مفروض منتخب مصر فيها. يعني احنا قبل البطوله طبيعي مصر زي الجزائر زي السنغال زي الكاميرون زي نيجيريا الفرق الكبيره رايحه عشان هي مرشحه للبطوله. للاسف في البدايه مستر كروش تصريحاته ادت انطباع وحش انه احنا استحاله ناخد البطوله ان احنا ايوه مظبوط. لكن الامور اختلفت كتير جدا 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 وهو نفسه دلوقتي اكيد حس بقيمه منتخب مصر والاداء اللي قدوه في ماتش سهل العاج والنهارده في ماتش المغرب. وطبعا انا بحيي كل اللعيبه بس في اربعه بالذات انا بحييهم جامد جدا النهارده. طبعا محمد صلاح فرق غير طبيعي في كره الهدف والكره اللي عملها بعد كده تريزيجيه يعني تقيل كلهم قلقانين منه عامل لك ثقل في طبعا عمر كمال ومحمد عبد المنعم وابو الفتوح ممتازين خط الظهر عامه وايمن اشرف طبعا لما رجع ورا وحجازي قبل ما يتعور وبقيه اللعيبه كلهم كانوا كويسين بس الرباعي ده كان عليه عبء كبير مين جدا. مين يا كابتن تاني معلش؟ صلاح طبعا طبعا عمر كمال طبعا ابو الفتوح محمد عبد المنعم مع بقيه اللعيبه وحجازي كان كويس ايمن اشرف كان كويس نني احسن ماتشات يعني. بس كانوا بارزين دول اكتر يعني وطبعا تريزيجيه لما نزل انا بتكلم على اللي ابتدوا الماتش تمام وطبعا ابو جبل برده كان كويس لا ابو جبل بصراحه شال واحده حلوه قوي دي تاريخيه واعجازيه طبعا صراحه يعني طبعا زي بتاعت عصام في الكره اللي شال عصام الحضري يعني مظبوط في بتاعت دروجبا لما شالها من لو تفاكرها كانت ايوه طبعا وهي اصابته كمان بسبب ان هو بذل فيها وزي بتاعت الشناوي في ماتش كوت ديفوار برضه اللي هي اتشالت واتعملت وشالها الشناوي هو بذل فيها جهد بيتهيألي كده جهد عصبي صحيح 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 ادى لاصابته مظبوط لانه اكيد استخدم الريفلكشن استخدم عضلات كتيره جدا عشان صحيح يعمل ده صح صحيح.